من جانبه أعرب أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص تعازيه للبنان في انفجار عكارة، مشيرا إلى أن الوضع الصعب الذي يمر به لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من المآسي لتضاف لآلامه التي لم تندمل منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت. كما جدد أبو الغيط تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه في أزمته الحالية، مطالبا بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على بسط الأمن وهيبة الدولة والتعامل مع التحديات الراهنة بشكل سريع وفعال بما يمكن أن ينعكس إيجابا على حياة المواطن اللبنانية.